ذات الأمانة. إذا إنسان عمل واشتغل وتارك بلاده وجاي ودخل بحلال وبقانون من حقه يحول، لكن المشكلة وين؟ المشكلة مش هنا، المشكلة تفضلت فيها. احنا مش عنكم عليه، لا مشكلة من حقه، من حقه لا وتعبه. مش هذا القصد، مش هذا القصد. خليك من الفكرة، القصد الجاي الناحية، لأن الموضوع في ناحيتين. ناحية ان في عندي عامل معين بيشتغل، وفي عندي صاحب الحلال او اللي ممكن يصير صاحب الحلال في عنده نوع من الكسل. وين المشكلة؟ هذا اللي انا تطرقت له او اللي بدي اتطرق له. طلع في جسمنا كذا كم مفصل فيه؟ 360 وشوي. طيب، والحديث جاء فيه انه في 360 سلامة، وعن كل واحد لازم نطلع صدقة وركعتي الضحى. يا سلام، تكفيك الموضوع، صليت الركعة كأنك قدمت 360 على السلام. ليش ربنا خلقنا بهذا الشكل بالمفاصل؟ لأنه أراد منا أن نكون إنسان متحرك، كائن متحرك، ماني كائن جالس. صح. كل مفصل فيه له حركة معينة، والمفاصل كثير العديد هذه عشان تتحرك وليس عشان تجلس. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يطلع برا ومع أصحابه كانوا يعني يصر إلا أنه يقوم يشارك في العمل معه. يقول يا رسول نكفيك، يقول أبدا، روح يلم الحطب ويجيبه يشتغل. هنا إحنا فعلا المشكلة اللي عندنا شبابنا ما يحب العمل، والتعود يبدأ من الصغر، من شلون ربيته وهو صغير، من هو في البيت. الشاب اللي عنده الحين الخادمة الموجودة يشرب كباية الشاي ويحط وراه زي ما هنا كمان. ليه؟ لأن في خادمة تيجي تشيل وراه، جاية وراه. لا، مع أنه لازم هو قام شرب كباية الشاي يروح يوديها على المكان، يقوم من سريره ما يوضب سريره، كتابه يرميه ويجي له حد عايز أحد، ثوبه لازم حد يجي يكويله إياه. من هو صغير ما ربيته على أن يتحمل مسؤولية، على الأقل مش بيته وإخوته، على الأقل مسؤولية نفسه، يأخذ مسؤوليته على ثيابه وعلى هدومه وعلى ملابسه وعلى أكله وعلى شربه، على غرفته. يا أخي نظف غرفتك، حتى لو عندك 4 خادمات لازم يتعود هذا الشاب الصغير أو البنت الصغيرة إنها تؤدي في عليها مسؤولية لازم تقوم فيها. ندخل المدرسة، تيجي المدرسة الأب لازم يروح يوصل، أو إذا ويمكن السواق، الأم من الصباح يا أولاد من الحنان، وروح على المدرس، إذا المدرس يوم زعل الطفل نروح إحنا قدام الطفل نهاوش المدرس وكذا، ونربي فيه إنه هو دائما على حق، وإنه كل ما وما يحل مشاكله، كل ما يحتاجه مجاب ومطلوب. وربنا يزيد النعمة والخير إن شاء الله على البلاد وعلى بلاد المسلمين وما يحرمهم. لكن النعمة لا تعني إني أنا كل ما يطلب طفلي أجيب له إياه. يصل الجامعة كذلك بده حد صحيه من الصباح، ما يقوم لحاله على محاضرته، صح ولا لا؟ يمكن عنده كل كتان ما يعني، بده أحيانا كمان توصله تروح تشتري له الكتب، وإلى أن يصل إلى فترة الزواج حتى بدك تروح تخطب له أنت وتزوجه. فلما يجي الشاب هالحين المشكلة أنت قلت عليها ومشى في المراحل هذه، ودائما كان متعود أنه كل ما يطلب موجود عنده وهو مخدوم وبدون بذل جهد ولا تعب ولا شيء، حيمارس الشيء اللي انت قلته. يقول والله انا بدي اشتغل وتعب ليش، هاخذ 2000 ريال وانا مرتاح وجالس، وكفى الله المؤمنين شر القتال. فهذه القضيه انه شبابنا لازم نغرس فيهم حب العمل وحب الحركه من الصغر وليس من الكبر. اي بس معلش يا دكتور، انا اعتقد ان الشباب كلهم انما على الاتكاليه، انه من الله خلقه، يعني اللي من جيل 20-25 سنة نعم. وهم على نفس الوتيرة ذي، عمال موجودين متوفرين، نعم. خادمات موجودين، نعم. سواقين موجودين، يعني هو عايش على مخدوم. الحياة هذه مخدوم، نعم. من نعم. الله خلق. طبعا من اللي تقدر تقول من 20-25 سنة هذه كلهم ما أصبح أنه ما زي الجيل اللي قديم اللي متكل على الله ثم على نفسه. صحيح. صحيح. انه يعني يشتغل. انت تعرف وقتك كم؟ باقي وقت. طيب صلوا على النبي. ما ان عرجنا هذا وسعدة والله بوجودك يا دكتور.